انا جيت وراكي باريس عشان اقدر اقول لك اللي ما قدرتش اقوله لك في التليفون. يا ريت ما تجيب لي سيره اي حاجه ولا اي حد في مصر يا رؤوف، نتكلم في اي شيء تاني احسن. هو كده يبقى حضوري باريس زي عدم. ليه، هو انت جاي مخصوص عشان كده؟ ايوه جولنار. عموما هو شيء لطيف منك جدا انك تفكر تيجي تزورني في باريس. تحب تاكل معايا ايه على الغدا؟ لا معلش انا هشرب قهوتي وامشي على طول. اوكي يا رؤوف على راحتك. واضح ان انت مش عايزه تسمعيني خالص، شبحهم لسه واقف بيني وبينك. تقصد اختك اماني والبيع عصمت جوزي؟ طبعا انا مقصودش اني اضايقك. لا 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 لا، انا ما بقتش اتضايق خالص، انا ما بقتش الست المنهاره اللي عايزه تموت نفسها. الموضوع ده خلاص انتهى بالنسبه لي. عصمت واماني دول بقوا بالنسبه لي مجرد صوره فوتوغرافيه باهته رميتها على الارض وبدوس عليها في الرايحه والجايه. لا انا متضايقه ولا انا متازمه ولا الموضوع بقى فارق معايا من اصله. اطمن خالص يا رؤوف، وطمن كل اللي في مصر كمان. ايوه بس الكل في مصر مش فاهم كده خالص، خصوصا وهما اللي شايفين اللي بيحصل بعد ما سافرتي. تقصد ايه يعني؟ اقصد اقول ان الخيانه بتتكرر بس بشكل تاني. خالي ابو الحديد جره لسرقتك بشكل بشع، السوق كله في مصر بيتكلم عن ألعابهم في شغلك بعد ما سافرتي. يتحرقوا وتتحرق مؤسسة عصمت وفلوسه. دي فلوسك يا جولنار شرعا، انت كده بتسيبي نفسك تتباعي من تاني. انا محدش يقدر يبيعني ولا علمك بقى. موضوع اماني وعصمت ده خلاني افوق لنفسي كويس قوي. مش بالكلام يا جولنار، لازم ترجعي لهم. عايزني ارجع مصر بعد كل اللي حصل لي يا رؤوف؟ انا ما تعودتش طبعا اقوم بدور زي ده، اقول ده قال وده عاد، لكن انت عارفه قيمتك عندي عشان كده انا بطلب منك ترجعي. طب ولما انت شايف ان انا بتباع وبتخين عايزني ارجع مصر اعمل ايه يا رؤوف؟ انا طبعا مش بطلب منك ترجعي علشان تدخلي في حرب معاهم، لكن وجودك قصادهم ده مهم جدا. تفهموا ان وجودي قصادهم ده هيخلي عندهم دم ويخليهم يتكسفوا؟ ما اعتقدش. افهم من كده انك مش عايزه ترجعي برضو؟ انا دلوقتي بفكر ارجع عشان اعاملهم بالطريقه الصح. وايه هي بقى الطريقه الصح؟ الحرب يا رؤوف، اسلوب الغابه. لما ارجع مصر هتفهم قصدي كويس. استاذن انا. متشكره قوي رؤوف، مع السلامه. من الموت بتصحى ورجع لي الغابة تاني، كنت اتياب انا اصحى اوعي بنبانك تباني، اوعي بنبانك تباني. الله لدنيتها رجع والغابة هي في انتظارها، يا ديابة يا اللي انت هجع بعيد عن نظرها، اخفي بعيد.